السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن الله جل جلاله بواسع فضله وكرمه ومنه وجوده وعطائه هيأ لنا هذه المجالس المباركة لنسمع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعيش مع ظلال السنة، سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في الأسابيع الماضية بشرح كتاب الصيام من كتاب الوجيز للشيخ الشامي حفظه الله، وقد وصلنا إلى آخر باب فيه وهو فصل صيام التطوع، ونختم بإذن الله عز وجل اليوم هذا الكتاب، كتاب الصيام كاملا، ونطلب من الله جل جلاله أن يرزقنا نوره وفهمه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: صيام التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. الفصل الثالث: صيام التطوع. باب: صوم يوم عاشوراء. القارئ والشارح دم رضا. نعم. عن أبي غطفان بن طريف المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو غطفان هو أحد التابعين، سمع من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقول: ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. ما هو يوم عاشوراء؟ ليش سمي عاشوراء؟ عاشر من ذي الحجة ولا محرم؟ عاشر من محرم. طيب، هذا اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم أيام الله، وهذا اليوم هو من أيام الله، يوم عاشوراء من أيام الله تعالى. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تعظيمه، فعندما صام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أمر بصيامه. فإذن قال العلماء أن أول صوم أمر به المسلمون ما هو؟ عاشوراء، قبل رمضان. صوم عاشوراء أمر به المسلمون قبل صوم رمضان، وفي هذا بيان لأهمية التدرج. ما جاء رمضان مباشرة، جاء صيام أقل ثم جاء بعده رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه قالوا: يا رسول الله، يعني إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال بدل على ماذا؟ الحرص الصحابة على عدم التشبه، يعني كأنهم يقولون: يا رسول الله، نعلم أنك لا تحب التشبه باليهود والنصارى، فكيف تصوم يوما صاموه؟ وفيه بيان جواز نصح المفضول للفاضل وتذكيره إن نسي. ممكن تجي عند من هو أعلم منك، أكبر منك، تقول له عذرا بأدب: وكأني رأيتك فعلت كذا، هل هذا يصح؟ هل هو صحيح؟ حتى نتعلم نستفيد.
ما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف تفعل هذا؟ كيف بتصوم هذا اليوم؟ هذا اليوم بصوم اليهود والنصارى. فقالوا يا رسول الله بصيغة السؤال إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. هو النبي عليه السلام بيعرف، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بصيغة السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه ما يعني أوجد لنفسه مخرجا. وبيقدر ولا بيقدر؟ طبعا بيقدر. وشو ما قال بقولوا طيب خلاص أنت زي ما أنت بتشوف. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال لهم أبشروا، إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني التاسع والعاشر. طبعا أولا فيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بقبول النصيحة ممن هو أقل منه. لذلك إذا جاءك من هو أصغر منك، إذا جاءك من هو أقل منك علما، إذا جاءك من هو أقل منك مالا أو مكانة في المجتمع ثم نصحك بنصيحة، فمن التواضع أن تقبل منه. هذا أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المفهوم الذي كان موجودا عند الصحابة، وهو مفهوم عدم التشبه. وعدم التشبه يا أحبابنا بكل شيء، بالصورة والسيرة والسريرة والحياة، كل شيء تستطيع أن تخالف فيه اليهود والنصارى فخالفهم. وفي هذا عندنا أمثلة كثيرة من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شايفين إخواني طريقة تسريح الشعر، طريقة تسريح الشعر خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى. الأذان ما وافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن للصلاة كاليهود والنصارى. إجوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كيف رأيكم ندعو للصلاة؟ فجاءوا إليه، منهم من قال بالناقوس، منهم من قال بالجرس، منهم من قال بالنار، منهم حتى كما نعلم جميعا الرؤيا التي رآها أحد الصحابة وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فرضي بها. ليه؟ قال لأنه يريد أن يخالف. لذلك اليوم نحن ببعض المناطق مثل لبنان نعيش مع غير مسلمين، بمناطق أخرى بتلاقي كل البلد مسلمين، بس بمناطقنا في غير مسلمين. لذلك لا ينبغي لشخصية المسلم أن تكون مائعة، ومش تحت عنوان العيش المشترك والوحدة الوطنية فمنضيع الهوية. لا، في حدود قال لك ربنا جل جلاله كيف تقوم فيها لتعطي غير المسلمين حقهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما تسرقوا بالمحل بس يجي يشتري منك لأنه مسيحي، كنت صادق معه مثل كنت صادق مع المسلم. ما تغشوا، انصحوا، قال لك هاي أحسن ولا هاي، قل له هاي أحسن، لأن المعاملات واجبة مع غير المسلمين. حسن المعاملة واجب مع غير المسلمين كما هو واجب مع المسلمين. لكن لا تميع الدين، يعني إجا لا عندك على المحل، أنت عندك، أنت تاجر وعندك بضاعة، أم إجا لعندك زبون نصراني وهذا زبون نصراني بده يشتري من عندك بضاعة، أم حكاك شي عن الإسلام؟ جزاك الله خير، حكاك شي عن الإسلام، فأنت عشان تدري وتمري ويشتري منك قلت له إيه والله صراحة بيني وبينك مزبوط عم تحكي أنت، حكى شي طعم الإسلام، قال له أنت خير المسلمين بتعملوا كذا وكذا وكذا، حتى ما يردوا قال له مزبوط. ليه قلت له مزبوط؟ قال شب خلاص بدي بيعه هلأ، مهم بيعه وريح راسي. الله أكبر، باع الدين بثمن بخس عشان فلوس، بل بالعكس هذه فرصة لك أن تبين الحق. حتى لا أطيل ولكن هذه مسألة مهمة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. إجا واحد لعندك قال لك يا عمي الله يسامحك بليت النصف من شعبان كان في بينك وبين فلان هيك شحناء، ليش ما صلحته؟ مش كان أحسن تروح تزوره؟ مش كان أفضل تتصل فيه؟ التواضع ما تقول له لا هو ما اتصل فيه هو ما صلحني، التواضع تقول له أبشر إن شاء الله عز وجل الآن سأتصل به،
إن شاء الله عز وجل العام المقبل إذا ربنا تعالى أكرمنا ودخل علينا لن يكن في يعني برنامج حياتي أحد بيني وبينه نزاع. همم، أهداف، تحديد الهدف. قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صن اليوم التاسع، ولكن فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجره مكتوب كاملا. لناوي يحفظ القرآن وما حفظه وقدر الله له الوفاة، الله يكتبه مع الحافظين. اللي ناوي يتصدق ولسه ما إجا المال، نفس الأمر، وقس على ذلك. لذلك انوي واصدق وإن لم توفق لها. نعم. بسم الله. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ما أجمل كلمة إني أحتسب على الله. أبو قتادة رضي الله عنه عم بيّن لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيه الناس بصيام يوم عاشوراء. وموضوع الاحتساب يا أحبابنا هو موضوع ذكرناه مرارا سابقا، يحتاج لتمرين وتدريب. كيف تمرين وتدريب؟ قال حتى يصبح عندك الاحتساب صفة مزية. دائما تحتسب. شايف قاعد هلأ مثلا، قاعدين احنا هلأ بالدرس، مين منا احتسب الأجر؟ شو يعني احتسب الأجر؟ شو يعني؟ يعني تذكروا. لا، غير ليش أنا قاعد، ليش أنا قاعد؟ هذا مقصد. أنا قاعد حتى أرضي ربي وأصلح قلبي، هذا مقصد. بس احتساب الأجر شو يعني؟ لا، هذه نية. نية كيف يعني؟ مثلا لا، هذا تقديم. تقديم أحسنت. أيوة، يعني بتذكر، يعني أستشعر أن الملائكة تحفري، هذا اسمه احتساب. أستشعر أنه بعد 28 دقيقة في منادي حيناديني: عبد الكريم قم من مجلسك فقد غفر لك. تخيل، تخيل بعد نص ساعة ناطر أنت يجيك النداء: فلان، نعم، قم، غفرت لك اليوم، شو عملت بنهار كله مغفور لك. أنت بتفرح بمجلسك؟ أنت وقاعد عم تستشعر أنه السكينة حتنزل، الرحمة. يا إخواني والله قعدتنا بتتغير، بتغير، بتغير قعدتك، بتغير فكرك، بتغير قلبك. يعني معقول هالأشياء؟ أنا واحد هلأ بالمجلس غير ما تجاي وجاي، يلا تعودنا كل تنين نجي والله ونشوف الشباب وبنسلم عليهم بنقعد. لا، في عندي مشاكل بحياتي بدي حلها، بدي حلها بالمجلس. في عندي رحمات نطرة من الله بدي حلها بالمجلس. في عندي سكينة بدي إياها تنزل من الله علي، نطرة بالمجلس، وقس على ذلك. فإذا احتساب الأجر هو استحضار الأجر الذي هو مرتب على هذا العمل والطلب من الله أن يعطيني إياه. أحتسب على الله، يعني تذكر رسول الله في يوم عاشوراء أن الله يغفر الذنوب سنة كاملة، ثم قال: يا ربي صمت هذا اليوم فلا تحرمني هذا الأجر. نعم. باب صيام 3 أيام من كل شهر وغيرها. عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شوف شوف السند ما أحلى. أنت عرفت عم نحكي عن نسوان، جيت عندي. شو وضع السند؟ شو رأيك أنت؟ شو وضع السند؟ مش متواتر، ولكن منقول من النساء، يعني ناقلات الدين نساء، يعني الداعيات إلى الله نساء، يعني اللي عم تبلغ الدين نساء، إن اللي عم تنقل الكلام والدين من نساء النبي عليه الصلاة والسلام لنساء الصحابة لنساء التابعين، سلسلة نساء، يعني النساء داخلين بسلاسل نشر الدين. مش بس الأمر أمر رجال، متعلق بالرجال، الأمر متعلق كذلك بالنساء. عشان هيك يا أختي اللي عم تسمعين الآن، إذا عرفت أنه سلسلة أسانيد النبي عليه الصلاة والسلام فيها نساء، لابد أن تشاركي أنت بهذه السلاسل وبهذه الأسانيد، ولابد أن يكون لك بصمة، ولابد أن يكون لك دور.
قديه بنفرح يا اخواني واخواتي بس ربنا يكرم وحده من الاخوات وتجاز بالقران الكريم، ناخذ اجازه. شو اجازه؟ يعني معها اجازه بالسند المتصل منها الى شيخها الى شيخها الى شيخها الى شيخها الى الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تخيل انت بالعكس، تخيل انه الامه كنسائها في بعد عن هذا الامر، وين دور النساء؟ اما هذه الامراه التي اجازت والتي اجيزت، كم قدرها عند الله عز وجل. لذلك يا احبابنا نخبر نساءنا، بس نقعد نقرا هاي الاحاديث، نخبر نساءنا ان النساء كنا هنا، كنا في هذه الاسانيد. ماذا روت لنا امهات المؤمنين؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل الشهر، أول 2 من الشهر والخميس والخميس. طيب، عم تبين نساء النبي عليه الصلاة والسلام صوم التطوع عند النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء كان يصوم 9 ذي الحجة، هل كان يصومها كلها؟ ما فينا نجاوب إلا ما شو؟ كيف؟ يعني أحسنت، إلا ما نجمع الروايات ما فينا ناخذ. ما هو شوف يا إخواني إيش الفرق بين الفقه والحديث. شو هو الفقه؟ إنه يجي فقيه يجمع كل الأحاديث اللي ذكرت بهذا الباب ويطلع منها حكم فقهي. إذا أنت بدك تأخذ علم من كتاب، شو بتعمل؟ بتروح بتجيب كتاب الوجيز بالمكتبة، بتفتح بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فبتروح بتقول للناس صوموا 9 ذي الحجة. ليه؟ خلص صعبكم، أنا حديث صحيح، هكذا كان رسول الله يفعل. فبيجي عالم لعندك بيقول لك من قال لك ذلك؟ تقول له قرأته في الحديث. قال ومن قال لك أن هذا الحديث وحده هو الذي ورد؟ تقول له شو لكان؟ بيقول لك ورد أحاديث أن النبي كان يصومها كلها وكان يدعوها كلها وكان يصوم بعضها حسب كل سنة شكل. فاللي روى الحديث هو اللي شافه، شاف هذه السنة أنه النبي صام 9 أيام أم روى الحديث. وحدة تانية من النساء السنة الثانية قالت أنه لا، كان النبي ما يصوم 9 أيام. فجمع العلماء هذه الأحاديث وخرجوا لنا بخلاصة وقالوا أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام مسنونة وعلى رأسها الصيام، فمن أراد أن يصومها كلها فليفعل، ومن أراد أن يصوم بعضها فليفعل، ومن أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما فليفعل. هذا أولا. ثانيا يوم عاشوراء تكلمنا عنه، قال وثلاثة أيام من كل شهر. أم رجع بيّن لك شو هن 3 أيام؟ شو قال لك؟ عفوا، غير نوع تاني، 3 أيام من كل شهر اللي هن شو؟ 13 و14 و15 اللي هن يسموا بالأيام البيض. بعدين شو قال؟ النوع الأول 9 أيام، الثاني 10، الثالث 3 أيام من كل شهر، الرابع أول 2 من الشهر. شو يعني؟ يعني أول يومي 2، يعني أول 2 وثاني 2 ثم والخميس والخميس. يعني كأنه راوي الحديث ما أراد أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس من كل شهر، فقال كان يصوم 2 والخميس، الاثنين أول 2 من الشهر والخميس والخميس. كلمة الخميس الأولى تابعة لأول 2، وكلمة الخميس الثانية تابعة لتاني 2، وهكذا دواليك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يضع 2 والخميس، لا يضع 3 أيام من كل شهر، لا يضع يوم عاشوراء، لا يضع 9 ذي الحجة. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم بعشرة أيام. نعم، لأنه عنده 12 شهر وكل شهر بتصوم منه 3 أيام وثلاثة بعشرة 30، فكأنك صمت الدهر كله. وهذا الحديث شو بنسميه يا اخواني؟ هيك في شيء خاص للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني شو؟ موافقات. احسنت، من موافقات الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام. في عندنا موافقات الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، في عندنا موافقات الوحي لمين؟ سيدنا عمر. وافق الوحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اكثر من 20 موضع. كيف وافقوا؟ كان يقول الشيء
ثم ينزل جبريل مصدقا لكلامه. وهذه من موافقات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فجاءت الآية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا يؤكد ما قلته: إن هو إلا وما ينطق عن الهوى، يعني القرآن والسنة في نفس المقام. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله بوحي من الله جل جلاله. نعم. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طبعا صيام 6 من شوال، تخيل يا إخواني، 6 أيام إذا أدركتها أدركت صوم سنة بكاملها، ومع ذلك تفوت كثير من الناس. الغريب أنه أنا بقول صيام 6 من شوال من علامات القبول، لأنه اليوم إذا الله أكرمك وختمت القرآن بمجرد ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اعلم أن الله تعالى وفقك للطاعة بعد الطاعة. أعلم إخوة ما بيقدر يخلص أول يوم العيد، ثاني يوم بكون صايم. بقول لي: شيخ أنا ما فيني أتحمل أخر أسبوع. ثاني يوم العيد يعني طبعيد وظهرات وأعداد مع الأهل والزيارات. لا 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 شيخ، أول يوم العيد ما بيجوز صوم، ثاني يوم العيد بده صوم. كثير من الإخوة هكذا، خاصة كبار السن تجده متعلق بالصيام، وهذا إن دل على شيء يدل على القبول. الغريب أنه 30 يوم صايم ومتعود على الصيام ما صام ولا يوم من شوال، أو صام يوم قالوا وفاتني 2 أو فاتني 3 أو راح علي. معك شهر بكامله، معك شهرا بكامله. ومن جميل ديننا أن ربنا تعالى أباح لك أن تؤخر القضاء. فهذه عائشة رضي الله عنها كما مر معنا يمكن فيما قبل، صامت شيئا من أيامها أمتى؟ بشعبان، يعني زي هالأيام صامت شيئا من الأيام التي يجب عليها قضاؤها في شعبان. فأنت معك وقت، وأنت معك مجال، وأنت معك فراغ، معك فراغ أن تؤخر القضاء. طبعا إلا لمن، ها أحسنتم، إلا لمن أفطر بغير عذر. شو حكم من أفطر بعذر وشو حكم من أفطر بغير عذر؟ من أفطر بعذر القضاء يكون على التراخي، ومن أفطر بغير عذر تعمد القضاء يكون على الفور. فاللي أفطر بغير عذر بنقول له بدك تصوم على الفور وتلحق 6 من شوال، ما فيك تجمع 2 مع بعضهم. فينا لا لفوت اجمع اقول بدي صلي 4 العشاء وبدي صلي بدي 2 الفجر وبنفس الوقت اعمل استخاره معهم، لا بدي صلي 2 الفجر و2 السنه، لا الاناء لا يستوعب الا شيئا واحدا. السنن ممكن تجمع فيه النوايا، بس الفرض ما بينجمع معه النوايا. فلذلك لابد ان تفرغ لصيام القضاء ان كنت قد افطرت بغير عذر. اما اذا افطرت بعذر مرض أو سفر فيمكنك أن تؤخر القضاء. هلا من أراد أن يعني ينزلها عن كتفه وأن يستريح من هذا القضاء فليفعل، لا بأس بذلك. لكن حتى إذا تزاحمت الأيام ولم تدرك الجمع بينهما فصم 6 ثم بعد ذلك تقضي ما عليك من أيام. وصيام 6 من شوال ليس واجبا أن يكون على التتالي، إنما لا بأس إذا كان متراخيا ومفرقا. قلنا يا شيخ محمد الجمع في نوايا النفل مفتوح، ممكن يجي 6 من شوال والتنين بتاخذ 3 أجور و13 أو 14 أو 15، ممكن يجي مع عاشوراء. ممكن كيف زبطت معك كيف يجي ممكن رمضان قبل المحرم؟ هذا زي اللي بده يحج برمضان، هذا زي اللي بده يحج برمضان. يا يلا بسم الله قد تقوم صحيحين بالدرس. نعم. باب فضل الصوم في المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أتكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن التطوع في صوم الأيام، ثم تكلم عن التطوع في صوم الشهور. فأفضل صيام على صعيد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم يا إخواني من الأشهر التي يغفل عنها الناس، مثل شعبان شهر يغفل عنه الناس. لما؟ لأنه من الأشهر الحرم التي عظمها الله جل جلاله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تقوموا بالسيئات فيها، لأن الإثم فيها مضاعف والأجر فيها مضاعف. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم. باب عشان الوقت بس لم يأخذ أسئلة. باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها. هذا الحديث مثل أي حديث؟ شو المشترك فيه؟ الاحتساب. شو يعني الاحتساب؟ تذكر الأجر واستحضاره عند القيام بالعمل. احفظوها هاي. ما معنى الاحتساب؟ تذكر الأجر واحتسابه عند القيام بالعمل. تذكر الأجر واحتسابه عند القيام بالعمل. باب في صوم. لذلك بمقام التطوع أيهما أعظم، عرفة أم عاشوراء؟ بلا شك، لأن يوم عرفة هو من أعظم أيام الله، ثم يأتي بعده يوم عاشوراء. لذلك يوم عرفة يكفر الله تعالى فيه سنة ماضية وسنة لاحقة، أما يوم عاشوراء سنة واحدة. نعم. باب في صوم الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. سؤال: ما معنى تعرض الأعمال؟ من بعض من قال بمعنى العرض ترفع، ولكن العرض أشمل وأوسع وفي مغايرة اختلاف. نعم. ما أعرف تعرض الله أكيد، بس كيف هي تعرض؟ يعني ما هو كلمة تعرض توهم أن الله، والعياذ بالله بسم باب الإبيان، يعني توهم أن الله تعالى لم يكن يعلم بها. كيف تعرض يعني؟ ولما قال صلى الله عليه وسلم تعرض والله يعلم؟ الآن عملنا اليوم الاثنين، هذا الدرس اللي نحن فيه الله يعلمه، الله يراه. كيف تعرض أعمال اليوم على الله؟ شو عملت أنت اليوم من الصبح؟ قرأت جزء القرآن اليوم؟ مت أذكار الصباح؟ اليوم أعمالك انعرضت على الله، ها؟ مذكرين الأحاديث اللي مر فيها موضوع الصحف وموضوع القلم وموضوع اللوح، شو قلنا فيها؟ هذا ليس لأن الله ينسى والعياذ بالله. أنت بتكتب لأنه الشيخ قال كلام ممكن تنساه فبتكتبه. الله يكتب لك عملك. ليه؟ ليس لأجله، إنما لأجلك. فرق كبير. حتى أنت تتأكد وتتذكر أن أعمالي مكتوبة، لأن الله لا يضل ولا ينسى. والله غني عن القلم وعن الكتب، وغني عن الصحائف والصحف والألواح، إنما الأقلام والكتب لي ولك. وكذلك عرض الأعمال حتى تهتم بيومي الاثنين والخميس. مش المسألة متعلقة بالله، المسألة متعلقة فيك. حتى أنت نهار الاثنين والخميس تكون مركز أعمالك. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني نهار الاثنين والخميس عند النبي عليه الصلاة والسلام مختلفين. عشان هيك من الأشياء اللي مهجورة عند الناس الاهتمام بنهار الاثنين. اللي عنده عمل مبارك يا إخواني يعمل نهار الاثنين. اللي عنده مثلا بالأسبوع كل أسبوع بطلع بنهار من الأسبوع صدقة يعمل الاثنين. اللي عنده عمل صالح يعمله الاثنين. أنا بس اخترت أيام الأسبوع من زمان، أول ما فتحنا المسجد يعني اخترت يوم الأحد لأنه عطلي، وقلت شو بدي اختار يوم تاني، فسبحان الله وقع في قلبي نهار الاثنين.
مع أنه نهار الاثنين يوم في أعمال وأشغال الناس، بس نهار الاثنين يوم مبارك، نهار الخميس نجتمع في مسجد آخر، ولكن نهار الاثنين يوم مبارك. فإذا عندك عمل بالأسبوع في قوة إيمانية مردود كبير، حط نهار التنين. بتصوم صوم التنين، تصدق تصدق التنين، نهار التنين ميزه، خليه مميز. هذا اليوم ميزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا ما بدي تروح القصة معكم تعرض، يعني المسألة بس عند الله وكيف تعرض أصلا، ده من الأشياء الغيب لا نعلم كيف تعرض. المسألة باختصار تعرج الملائكة إلى الله ثم تخبره بالأعمال وهو يعلم جل جلاله. بس موضوع العرض التناول الخميس متعلق بي حتى أخصص، لأن التخصيص من دون دليل قد يكون فيه شيء من المخالفة للسنة. أما هون فيك تخصص لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص لك بدليل. سنت نعم. باب نية الصوم من النهار وجواز. هذا آخر حديث في الباب وآخر حديث في الكتاب كله، كتاب الصيام. نعم. باب نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة. عن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائمة. أوه جميل الحديث. أول شيء اللي روته التي روت الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني اللي كتير قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام واللي بقلب البيت واللي بتعطي كل التفاصيل. دائما أحاديث سيدة عائشة ركزوا فيهم بكونوا رائعين، تعطيكم الزبدة. حبيبتي أم عائشة رضي الله عنها، الله محشورنا معها. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ببيته قال لي يا عائشة عندنا شيء نفطر؟ في شيء بالبيت؟ صلى الله عليه رسول الله، اللهم اغفر لنا يا رب. قال يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، والله اليوم في شيء مي بس. شوف لي أفقر بيت بالعالم اليوم، مش بلبنان، بالعالم في بيت ما عنده شيء؟ أقل شيء كسرة خبز، هذا أقل شيء. إذا بدي أحكي وين أنا، أي دولة في مجاعة الآن، أي دولة بأفريقيا، أقل شيء في خبز. أفقر إنسان على وجه الأرض الآن عنده ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عندنا شيء. فما تسخط ولا غضب ولا داية ولا عصب ولا عيط وليش مش قيلتي لي وأنا رسول الله وأنا بحكي مع الناس بجبولي. فقال إيه إني صائم. يلا الحمد لله اليوم صايمين. طيب السؤال انه هذا الكلام بنهار، لانه بتقول ام عائشه ذات يوم يعني بنهار، فكيف ينوي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم بالنهار وقد قلنا سابقا ان تبييت النيه واجب؟ فنقول ان هذا اليوم نفل، ففيك انت الساعه 10 الساعه 11 الساعه 9 فئت حسيت حالك اليوم حابب تصوم، ففيك تنوي الصيام ولا ما فيك تنوي الصيام؟ خطأ. حسنت، الجواب تكون دقيقة. إذا ما كنت آكل شيء أو شارب شيء، مش فئت الصبح عطشان سلخت أنينت مي بعدين قلت بسم الله نويت الصيام يا عمر، ما بتزبط شاي. بدك تكون مراجع حالك ماشي، بدك تكون شايف هل أنت أكلت أو شربت أم لا. إذا شوف العلماء إيش قالوا بالفقه، قال إذا لم يفعل منافيا للصيام، جعلوها عامة، شو أكل وشرب. إيش منافيا للصيام؟ أي إذا لم يأخذ شيئا من المفطرات في كل أنواعها. طيب يمكن هو ما أكل ولا شرب ولا اقترب من زوجته، بس هو في دواء بيأخذه كل يوم الصبح، أعمل هيك حط البخاخة بمناخيره، حط القطرة بأذنه، وقال نويت الصيام، بصح؟ ليه؟ طب ما أكل وما شرب. قال فعل منافيا للصيام. شو عمل؟ فعل شيئا منافيا للصيام. قال إني صائم وحمل حاله ظهر من البيت. خرج صلى الله عليه وسلم
فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. شو زور؟ يعني إجانا زوار، إجانا ضيوف. وكانت الضيوف بس تجي عند النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا شو بحب. كان النبي عليه الصلاة والسلام، مين بقول لي شو بحب النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الأطعمة والأشربة؟ هات لنشوف. نعم، اليقطين. نعم، الخل. لا يعني مش كان يحب الخل، بس كان يعظم ونعم الخل. الثريد اللي هو شو؟ كسر الخبز مع اللحم. شو كمان؟ الكتف. والله كان أكيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بس تروح عند اللي حوله بده كتف، لأنه حبيبي كان يحب الكتف. بطيخ، أحسنت، بطيخ مع التمر. شو كمان؟ ولو طبعا العسل، زعمينكم دول العسل ضروري. طيب شو كمان؟ واللبن والسمن. كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الدباء، هو اللي قال عنه الشيخ اليقطين، بس مع الحلوة، يعني مع العسل. فكان صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس كان يتتبع الدباء، يعني وين في سفرة يروح يفتش وين فيها دباء، يلحق الدباء ويأكلهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. فمما فعلته أم عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. مش أنا جوعاني وأنت برا البيت وقلت أنت رسول الله والصحابة بطعموك، قمت رحت فيهم كلهم سوا. هذا من الوفاء بين الزوج والزوجة. من الجميل أنك ترى الزوج إذا أكل خارج البيت يتذكر زوجته. هذه الفوائد المغربية. شو اسمه أنت؟ مغرب أنت ولا غربي؟ مغربي، المغربية. طيب، فعائشة رضي الله تعالى عنها خبأت للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام. قال: وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. الحيس إيش؟ قال: الحيس، قال هو التمر مع السمن والأقط. إيش الأقط؟ الأقط يعني الكشك، الأقط يعني اللبن المجفف. فكأنه كان في أكل، بدنا نجربها يا شيخ الكريم. تمر وسمن وكشك معجونين مع بعض، اسمه الحيس. فهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هاتيه. هلا بالله نحن لو اليوم تصير معنا شو بتقول لنسواننا؟ استغفر الله العظيم، مصايم على اساس، كيف هيك بدك تاكل؟ يا عم النبي عليه السلام قال له هاتيه. طبعا احنا عشان بس ما نفتحهاش على مصراعيها، كل ما تكون 52 صايم 10 تضبط معك بعدين صيام، تستدل لي بهذا الحديث. رسول الله كان بلا اكل حبيبي، ماشي، بس تصير زيه اعمل زيه. رسول الله كان مش اكل، يعني قبل بليلي مش اكل، جائع جوع شديد، وصام لانه لم يجد طعاما، فقال هاتيه. طبعا لا، هذا لا يعني انه لا يجوز لك ان تفطر، يجوز لك ان تفطر، ولكن الافضل ان تصوم. حتى ان السادة الاحناف قالوا بوجوب قضاء اليوم الذي افطرته نفلا، يعني اذا صايم اثنين وخميس وافطرت يجب عليك ان تعيد هذا اليوم لتعظيم السنة، كذلك لو كنت تصلي نفلا يجب عليك أن تعيد. فقال هاتيه، فجئت به فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، يعني اليوم في الصباح أصبحت صائما والآن أكلت. وفيه بيان جواز الفطر في يوم النفل. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا في هذا الباب المبارك. وإن مد الله في أعمالنا، إن شاء الله نحن نوقف الآن، إن مد الله في أعمالنا بعد رمضان بإذن الله جل جلاله سنعيد مجلس الوجيز الرائع المبارك مع إخواننا وأخواتنا كل اثنين بين المغرب والعشاء. فكونوا معنا إن شاء الله تعالى، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.